والآن حان موعدنا مع وقفتنا الأسبوعية وآخر أخبار للنيو ميديا مع زميلة دينا طارق. صباح النور دينا. صباح الخير نادين، صباح صباح الخير عبد الكريم، وصباح الخير مشاهدينا. دائما أخبارنا في التكنولوجيا متنوعة وكثيرة، فدعونا نبدأ بأول أخبارنا. الخبر الأول معنا يتعلق بشركة فيسبوك التي قررت مؤخرا إطلاق نسخة من تطبيق المحادثات الخاصة بها للأطفال الذين يقل عمرهم عن 6 سنوات. التطبيق سيتيح للأطفال تبادل الرسائل والصور وملفات الفيديو مع أصدقائهم تحت إشراف أولياء أمورهم، ولن يتيح التطبيق لهؤلاء الأطفال استخدام موقع فيسبوك نفسه، حيث يفرض الموقع ألا يقل سن المستخدم عن 13 عاما. تأتي هذه الخطوة لمحاربة مشكلة الأطفال الذين يكذبون بشأن أعمارهم حتى يتمكنوا من الحصول على حساب على موقع فيسبوك واستخدامه في التواصل مع أصدقائهم. نادين، شايفة خطوة أن يكون للأطفال من أول ست سنوات برنامج محادثة خاص بهم، هل تظن الفكرة إيجابية؟ لا أدري صراحة، ولكن لا أعلم إلى أي مدى يمكن أن يحل ذلك مشكلة يعني مواقع الأطفال على فيسبوك. صحيح. وللأسف الشديد يعني أنا أعتبر هذا جريمة ترتكبها موقع فيسبوك. لماذا؟ هم يعملون الآن بمبدأ خذوهم صغار يتحولون إلى مشترين وهم كبار. بس فيسبوك يقول أن ذلك لتفادي أن تكون لديهم مواقع على فيسبوك. ما هو فيسبوك يقول ما يقول، لكن في نهاية الأمر لا بس يعني التبرير يعني فقط أفكر بتبرير فيسبوك. يعني لا ننسى أنه في نهاية المطاف الذي سوف يحدث أن فيسبوك سيتحول إلى منصة للمعلن الذي يستهدف الأطفال، إعلانات برامج الأطفال، بل بالعكس هكذا هم حصروا هذه الشريحة بشكل تسويقي ممتاز جدا. الذي فهمت منه أنك تحاول أن توصل أنه فيسبوك يحاول أن يربي الأطفال منذ 6 سنوات حتى يكونوا كمدمنين للموقع. لا، مشترين مستقبلين، وأيضا هم مشترين حاليين، لأنه بكل بساطة تعالى بابا خلينا نشوف الفيسبوك ونكلم فلان وعلان، وتظهر له إعلانات الألعاب وإلى آخره. أنت تخيل عندما يكون لدى فيسبوك 100 مليون طفل عبر العالم، بإمكانه بكل بساطة أن يذهب إلى شركة. بس هذا النظام فقط للتوضيح، يعني هذا النظام خارج فيسبوك هو فقط لتواصل الأطفال فيما بينهم تحت إشراف الأهل. يعني فيسبوك ابتداء من عمر 13، ولكن هذا يعتبر تمهيدا لفيسبوك. صحيح. تمهيدا هذا نسخة تسويقية للفيسبوك موجهة للأطفال. 100%. يعني بمعنى هذه سوق إعلانية ضخمة جدا. 100%. لن تكون كموقع فيسبوك التقليدي الذي نعرفه. طبعا سوف تكون موجهة للأطفال. فقط محادثات، هي رسائل، تبادل الرسائل والصور والفيديو. لكن الكثير يرى وإعلانات. طبعا يعني. لكن الكثير يرى أن فكرة الحصول طفل على موبايل في هذا السن خطير، يعني فما كان هو اللعب، الحدائق، أين التواصل الاجتماعي بينه وبين الأهل، الأصدقاء، الألعاب التقليدية. أيضا كثير من أنت تدخل الطفل إلى عالم افتراضي وهو ما زال طفلا، هو لم يجرب العالم الحقيقي حتى تدخل العالم الافتراضي. أظن أنه ما نفتقده الآن في تربيتنا للأطفال هو ارتباطهم الشديد بالأجهزة الحديثة، بالألعاب الحديثة، وابتعادهم عن التفاعل مع الأصدقاء. أيضا يرى الكثير من أولياء الأمور تخوفهم من الأجهزة الحديثة لأنها يسهل التجسس عليها ومعرفة الأماكن. هذه نقطة مهمة جدا وقد تكون خطيرة جدا، يعني لتعقب إما الأطفال أو أبائهم. حتى أنه في الفترة الأخيرة كانت توجد ساعة يعني دارجة كثيرا في الأسواق يستخدمها الأهالي مع الأطفال لمعرفة أماكنهم، أحيانا للساعة مواصلة بكاميرا فيفتح الأهالي عبر جهاز الهاتف المحمول لمعرفة ما الذي يفعله الطفل، من الذي يتحدث معهم. لكن اكتشفوا أن هذه الساعات سهلت الاختراق، ويمكن من المتعقبين معرفة أماكن وجود أبنائهم. الذئاب البشرية.
صحيح. الخبر الثاني إلى واتساب، حيث أطلق تطبيق المحادثة الشهير عن خاصية جديدة تختبرها الشركة، والتي تتيح لمشرفي المحادثات الجماعية أن يمنعوا أعضائها من إرسال أي رسائل لمدة معينة، حيث يكون المشرف هو الشخص الوحيد القادر على إرسال الرسائل التي سيتمكن بقية المستخدمين من قراءتها. ويتوقع أن يكون الهدف هو السماح للمشرفين بنشر الرسائل الهامة للمشتركين بالمحادثة حتى يقرؤوها جميعا دون أن تضيع وسط كم هائل من الرسائل المتبادلة. كما كشف الموقع أن هذه الخاصية لن تكون دائمة، إذ سيتاح للمشرفين منع تبادل الرسائل كل 72 ساعة فقط. من منكم معتمد أكثر على الواتساب؟ أنا أعتمد الواتساب. أنا أيضا كثيرا. نعم، أنا أصلا لدي مشكلة مع فكرة المجموعات الجروبس في الواتساب، لأن هي عبارة عن كارثة إنسانية. يعني كمية كبيرة جدا من الرسائل، رسائل تجد أحيانا تجد نفسك مقحما في جروب معين يعني وأنت غير معني به. وأيضا المشكلة الأخرى هي أنه يستهلك تخزين الهاتف طبعا، بس يمكن يعني بها. أن تحذف نفسك من المجموعة. اي نعم، واحيانا تكون مجموعه ليس بالامكان حذف النفس منها، يعني لا يمكن لاسباب تكتيكيه اعتقد. هذا غير موضوع. اظن ان هذه الخاصيه هي مناسبه اكثر للمجموعات المخصصه للعمل، لان منع المشرف عن تبادل الرسائل، اذا ما الحكمه منها يعني؟ يعني خاصه ربما في كما تقولين في مجال العمل للتوجيه، او ربما لارسال رسائل محدده جدا ولا تحتمل الرد ربما عليه، حتى لا تضيع وسط كم هائل من الرسائل. اعتقد ربما ان الخطوه القادمه للواتساب هي انهم سوف، هذه ايضا اعتبرها وسيله دعائيه، لانه بعد كم اسبوع سوف يعلنوا عن خصائص جديده لواتساب لكن بنسخه مدفوعه، حيث يكون بامكان المشرف فعل كذا، خلق جروب داخل الجروب، ارسال المجموعة. هذه توقعات يعني، وانا افترض الشر دائما يعني بصراحه في هذه الشركات. لننتظر. خبرنا الاخير ايضا نبقى مع واتساب، اذ اعلنت الشركه مؤخرا انها ستوقف الدعم لعدد من الهواتف التي تعتمد على انظمه تشغيل قديمه، وهو ما يعني ان مستخدمي التطبيق سيكون عليهم اما تحديث نظام التشغيل او شراء هاتف جديد كليا ان ارادوا الاستمرار في استخدامه. وتشمل قائمه أنظمة التشغيل التي سيتوقف العمل بها نظام بلاك بيري 10 وويندوز فون. أظن أنها رسالة موجهة، إما أن تغير هاتفك يعني قد يكون من الأسهل الواحد يعمل أبديت لنظام واتساب. صحيح، ولكن في بعض الأجهزة القديمة ليس من الممكن تحديث يعني لا برنامج واتساب ولا حتى السوفت وير، فهي رساله اظن انه لتغيير الهاتف. اعتقد هذه دعايه واعلان، لا هذا تحضير لمزايا وخصائص سوف تعلن عنها، لانه الذي سوف يحصل انه واتساب سوف يصدر نسخه اكيد تحمل كل الخصائص لكنها غير مفعله، حتى تفعلها سوف تدفع المزيد من المال، يعني سوف يكون هناك خصائص إضافية للجروب. بس حتى الآن واتساب كان دائما مجاني. سوف يتحول بالمال، لأنه الآن لديهم قاعدة تكفي أن 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 أن, أن يحولوه بالمال. صحيح. السبب الوحيد الذي سوف يدفع واتساب إلى المطالبة بتجديد الهاتف أو استخدام بلاتفورم جديد هو أن برنامجهم القادم سوف يكون أكبر في الحجم، ويستغل الخصائص الموجودة في الـ في الـ في الـ في المشغل الذي داخل الهاتف، يعني الهواتف القديمة مثلا نعم لا تحوي على كم هام من المعلومات بالضبط. فهم في التأكيد، أنا أتوقع يعني هذه توقعات شريرة، أنه خلال الأسابيع القادمة واتساب سوف يعلنوا ربما عن نسخة انتربرايز، نسخة برايفت، نسخة الاستعمال الشخصي. الحقيقة أن من يعني وقت انتشار الواتساب هو نسخة مجانية فعلا، ولكن من كل حين إلى آخر نسمع بأن هناك سيكون نسخة مدفوعة، أو أن العام الجديد سيتوقف عمل واتساب بنسخته المجانية وسيكون مدفوع الأجر، ويكون سيكون بدفع شهري. شكرا. لا نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك دينا. أبدا. شكرا لك. شكرا.